من يومين كده سمعنا وفقا لتقارير صحفية أنه نادي الزمالك قرر ضم الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل. إيه حكاية عبد الرحمن؟ عبد الرحمن عنده 16 سنة، الصورة هو زي ما أنتم شايفينه يرتدي فانيلة الزمالك، وهو الحقيقة يعني طبعا كرة القدم، وكمان عرفنا أنه هو يعني راح عبد الله علشان يزور نادي الزمالك ويقترب اكتر من النادي زي ما انتم شايفين الصوره على الشاشه. وطبعا اللي حصل انه قابل معظم نجوم الفريق، وطبعا منهم شيكابالا وعبد الواحد السيد وسيف الجنزي، قابل عدد يعني من النجوم نادي الزمالك. شيكابالا هو معاه في الصورة، وطبعا يعني وشفناه في صورة قبل كده لابس فانيلة الزمالك أو تي شيرت نادي الزمالك. خلينا كده يعني نشوف، يعني نروح نعرف تفاصيل أكتر من الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل. مساء الخير يا عبد الرحمن. مساء الخير. مساء الورد عليك. انت كده يعني كلمني عن مشوارك مع الزمالك، وهل انت فعلا هتلعب مع الزمالك؟ طبعا اكيد راح العب معه. طيب انت بتلعب لفريق الساق الواحده مظبوط؟ صحيح طبعا. طيب يعني كلمني كده، الفكره جت ازاي والموضوع جه ازاي؟ والله طبعا من قبل احمد جدي طبعا صورني ووصلت رساله لنادي الزمالك اني يعني اتمنى اني اخش واقابل لعيبه نادي الزمالك، من ضمنهم يعني طبعا شيكابالا ومحمود علاء وزيزو. فالحمد لله يعني تحقق الحلم وخشيت نادي الزمالك وقابلت اللعيبه وتصورت معاهم ودار بينا كلام يعني، والحمد لله يعني وانضميت لكرة القدم البتر في نادي الزمالك. طب واحساسك ايه بقى وانت جوه النادي وهتبقى بتلعب باسم نادي الزمالك يعني؟ والله انا مبسوط كتير يعني اني راح انضم لنادي الزمالك، وهذا شرف الي طبعا، والحمد لله يعني تحقق حلمي، وان شاء الله يعني اللي قدام راح نكون فريق حلو ان شاء الله يعني، والحمد لله يعني تحقق حلمي، وانا مبسوط كتير اني خشيت نادي الزمالك والحمد لله. انت اصلا زملكاوي بتتابع الزمالك من زمان و اكيد طبعا احنا في عندنا رابطه في غزه بتتابع نادي الزمالك من زمان يعني، في عندنا جمهور يعني للزمالك، في جمهور زملكاوي كبير في غزه يعني؟ اكيد طبعا اكتر يعني كتير كتير. يعني أنا سعيدة بسعادتك وصورك جميلة وإحساسك إن أنت في بلدك، وإحساسك كمان إنك في بلدك وفي النادي اللي بتحبه. الله يخليك طبعا، هذا شرف إلي أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنت بتدرس يا عبد الرحمن؟ بدرس، بس عشان الأوضاع في غزة الحين طبعا ما في دروس كده، بس أنا ثالث ثانوي يعني. لا ان شاء الله تلحق يعني وتتحسن الاوضاع وتكمل نشاطك الرياضي، واهلا بيك في مصر وفي نادي الزمالك. انت عارف شعار نادي الزمالك؟ يا زمالك يا هندسه، لعبه وفن ومدرسه. نعم. عارف شعار نادي الزمالك؟ اكيد طبعا. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى لك كل التوفيق يا عبد الرحمن باذن الله، واهلا بيك في نادي الزمالك. الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، حاجه طبعا جميله لما بيكون الحقيقه موجودين. وعايزه اقول لكم طبعا يعني زي ما هو قال الزمالك عنده جمهور كبير في قطاع غزه، يعني الفرق المصريه في الكوره الزمالك واهلي عندهم جماهير مش بس في مصر، في العالم العربي كله. فهتلاقي الناس يعني منقسمين كده، ده بيشجع الزمالك ده بيشجع الاهلي، عندهم شعبيه كبيره. فاهلا وسهلا بعبد الرحمن.